سجلت وزارة الداخلية إنجازاً أمنياً رفيعاً عبرت عنه الإحصائيات الأمنية التي أشارت إلى تراجع المعدل العام للجريمة بنسبة 30%، وهو ما يشكل علامة إيجابية ودافعاً للانطلاق نحو تعزيز التنمية المستدامة. بفضل المشروع الملكي الإصلاحي والذي سيظل مصدراً للثقة الوطنية ونتيجة للنهج الحكومي اللافت والذي يعزز الأمل لدى المواطنين، تمضي مسيرة الوطن إلى الأمام بدعم وإسناد مجتمعي، محققة مردودا إيجابيا ومستقبلا مشرقا. ويسعدني أن أشارككم هذا الإنجاز الأمني المتميز، والذي يعود في تقديري إلى عدد من الأمور الرئيسية، وفي مقدمة ذلك المشروع الملكي الإصلاحي لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، الذي جعل من المواطن الهدف الأسمى في ممارسة حقوقه السياسية بعدالة ومسؤولية، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين في أجواء من الطمأنينة والسكينة والاحترام، وهو مصدر ومبعث الثقة والدافعية الوطنية التي جعلت من المواطن البحريني بأن يكون هو المبادر في حفظ الأمن والنظام العام والشريك الرئيس في منظومة الطمأنينة والاستقرار. وجاء الإنجاز الأمني الذي حققته شرطة البحرين وأعلن عنه الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية خلال اللقاء المجتمعي، دليلا على أن البحرين تعيش بالفعل عهد الإنجازات، حيث بلغ انخفاض المعدل العام للجريمة بنسبة 30%، وهو دليل على ما تعيشه البحرين من استقرار أمني وسكينة وطمأنينة، استنادا إلى الشراكة المجتمعية التي جعلت الأمن مسؤولية الجميع. هو النهج المبارك والعمل الجاد الصادق الذي سارت عليه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بأن يغدو المواطن الركيزة والوسيلة والشريك الأساس في مسيرة النهضة الحديثة بنهج حكومي لافت، وهو الأمر الذي عزز الأمل لدى المواطنين. ومن بين ما تضمنته منظومة الإجراءات الحكومية التي عالجت الواقع وتجاوزت المواقف الصعبة، انخفاض معدل البطالة والتصميم على إصلاح سوق العمل والمعالجات المتميزة لجائحة كورونا التي أبهرت العالم. يأتي ذلك في وقت تستعد فيه البحرين للاستحقاق الدستوري المتمثل في إجراء انتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية، ولذلك جاءت كلمات معالي وزير الداخلية مواكبة لهذا الأمر، مؤكدة على العمل كشراكة حقيقية في توفير الحماية الأمنية لسير الانتخابات. وإننا نعيش في الأيام القادمة مع استحقاق دستوري متمثل في إجراء انتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية، باعتبار أن المشاركة في الانتخابات هو تعبير صادق عن مستوى المسؤولية الوطنية بإذن الله. وإننا نعمل معكم كشراكة حقيقية في توفير الحماية الأمنية لسير الانتخابات القادمة، لنشر الطمأنينة بين المواطنين بما يمكنهم بكل حرية ويسر من الإدلاء بأصواتهم وأداء واجبهم الوطني الذي كفله لهم الدستور. يبقى الأمن أساس التنمية، وتظل الشراكة المجتمعية منطلق البناء والمستقبل الأفضل. وما دام الاستقرار الأمني قائما ومترسخا، فالمؤكد أن القادم أفضل في ظل قيادة جلالة الملك المعظم.